This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في جديد. هذا الفيديو في خاص بمجال جد جد مهم، مجال جد خطير، مجال أنا حاليا مهتم وحاليا أدرس هذا المجال. صراحة أنني لا أعتقد أنه سيكون هناك العديد من المتابعين مهتمين بهذا المجال، لكن سوف يكون الأمر مميز وجميل إذا كان هناك ناس مهتمين بهذا المجال ولديهم رغبة في دراسة هذا المجال، لأن هذا المجال يفتح لك فرص خيالية. للأسف لست متأكد إذا كانت هذه الفرص متاحة بالبلدان العربية، لكن هنا خارج المغرب حاليا مثلا بكندا هذا المجال عليه إقبال خيالي ورهيب، وتكلفة دراسة هذا المجال ليست بسهلة صراحة، يعني شيء خيالي. سوف نعطيك فكرة. ما يسمى بالفورنزيك انفستيجيشن، يعني مثلا شخص مات، مثلا إرهابي تم إيقافه، مجرم تم إيقافه، وما ذلك، في عنده جوال، في عنده حاسوب، في عنده مجموعة من البيانات مخزنة في جهاز معين. الفورنزيك انفستيجيشن أو مجال التحريات هذا معنى بأنه سيتم الوصول إلى هذه الأجهزة. كيف تصل، كيف تفتح جهاز وهو مقفل، كيف تفتح وتصل إلى معلومات مخزنة على الحاسوب بالرغم أن الحاسوب عليه رمز سري ولا تعرف الرمز السري، خصوصا أن المجرمين والإرهابيين وما غير ذلك يكون ميت، يعني فجر نفسه في عنده جوال، فأنا لن أسأل هذا الشخص الميت كيف ما هو رمز السري للجهاز أو الحاسوب. فكيف تقوم بذلك؟ هناك أمور خيالية لا تخطر على بالك ومن سبع المستحيلات أنك كنت تعرفها. هناك ناس تعرف بعض الأمور صح تبير. من ضمن هذه الأمور في عندك برنامج اسمه Salvation Data SPF Pro. هذا البرنامج هذا واحد من آلاف البرامج، آلاف البرامج تقوم بهذه المسألة. هذا الموقع أنا مسجل فيه هو موقع خاص بالفورنزيكس. هناك برنامج الماجنت، هناك الام ساب أو اسبينال ام ساب، هذا ام ساب في عنده برنامج اسمه على ما اظن اكس واي ار، برنامج خيالي. ما الذي يقوم به البرنامج هو الاتي، اعطيك مثال. هذا هو البرنامج، برنامج متاح على موقع الدكتور فرفر. نقوم هنا الجوال ليس مربط، ليس مشبك على الحاسوب، لكن في عنده مجموعه من الخصائص. يمكنني أن أسحب الصور، يمكنني أن أسحب الفيديوهات، يمكن أسحب التكست، الملفات، يمكنني أن أستخدم البرنامج لالتقاط صور، التقاط فيديو، يمكن أن أصل إلى الجوجل كلاود، يعني النسخ، الإيمج، أي شيء يخطر على بالك على مخزن للسحاب يمكن أن أصل إليه من البرنامج. البرنامج مدفوع، يمكنك تحميله من دكتور فرفر. تشبك البرنامج، تشبك الجوال خاص بك على البرنامج وتقر على مثلا هذا الخاصية أوتوماتيك بالشكل، وسوف يقوم بتحميل الصور والفيديوهات من البرنامج دون حتى أن تقوم بفك القفل. نعم، بدون تفك القفل يمكنك تحميل الصور من البرنامج. يعني الشخص مات، الشخص لا يرى، المجرم لم يعطيك الرمز السري لأنه معتقل مات إلى غير ذلك، يمكنك فقط تربط البرنامج، تربط الجوال بالبرنامج ويقوم بتحميل جميع الملفات، الصور، التكست، الرسائل النصية إلى غير ذلك. وأنا جربت الصور قام بتحميلها، الفيديو قام بتحميله، الملفات البي دي اف، لم أجرب التكست، لم أجرب الخدمات السحابية، لكن أحاول أتعلم البرنامج لأن الجديد في المجال، أحاول أدرس المجال. هناك برنامج آخر اسمه هذا، في عندهم هذا اكس واي راي برو، هذا شبيه بالاس بي اف برو، تقريبا نفس آلية العمل لكن اخطر منه على ما اظن، شيء خيالي. المشكل هو انه اذا كنت تدرس هذا المجال، اوكي، اعطيك الشهادة اسمها فورنزيك انفستيجيشن، على ما اظن تقريبا سنتين، تقريبا 20000 دولار، على ما اظن تقريبا 20000 دولار تكلفتها. هنا بكندا، انت كنت خارج كندا تريد تدرس هذه الشهادة تحتاج تقريبا الى 40000 دولار، يعني اضربها في 3 تقريبا.
كيف يمكن أن تستفيد من البرنامج؟ فأنت تعيش مثلا في المغرب، تعيش في مصر، تعيش في الجزائر، تونس، لغير ذلك، يمكنك تستطب البرنامج وتجربه في أي جهاز قديم عندك، وتوفر خدمة مثلا تفتح موقع وتقول للناس أنا سوف أقوم باستخراج الصور الفيديوهات المخزنة على جوالك القديم مقابل مثلا ثمن رمزي مثلا 100 درهم، 10 دولار إلى ما غير ذلك. مجال خيالي، مجال صعب صراحة، لأنه أنا نزلت البرنامج لم أفهم في أي شيء صراحة، لكن احتجت للوقت وأنا على يقين أنك سوف تفهم البرنامج. لما تسطب البرنامج سوف تأتي سوف يجيك بلاغ من الكاسبر سكاي والأنتي فيروس أو الجوجل ديفندر أو الويندوز ديفندر لأنه هناك فيروس. لماذا؟ لأنه البرنامج يتحايل على الأندرويد في مجموعة من الأدوات خطيرة على تبدو على أنها فيروسات لكنها ليست فيروسات. أنا نزلت نسخة من موقع دكتور فرفر، أعطاني بلاغ من الكاسبر سكاي، ونزلت نسخة من الموقع الرسمي لأنه في عندهم نسخة تجريبية، ونفس الشيء جاني بلاغ من الأنتي فيروس. يعني المسألة لا علاقة لها بالدكتور فرفر، سواء نزلت نسخة من موقع دكتور فرفر أو نسخة من الموقع الرسمي هذا سلفيشن داتا سوف تأتيك بلاغ. فصراحة مجال جميل، جربت البرنامج يعني صراحة لا أعرف كيف أشرح لكم الشعور أنك تستخرج الملفات بدون حتى فك القفل، بدون حتى إعطاء الصلاحية لذلك. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة.